وإغلاق المساحات أمام لاعبي المنتخب اليمني. جول! نعم، الهدف الأول للمنتخب اليمني. المنتخب اليمني يتقدم في التاريخ إلى النهائي، يسجل أول أهدافه في هذه اللحظات على حساب منتخبنا الوطني. التقدم بمتابعة وخطأ دفاعي بعد تقدم حارس المرمى، يسجل المنتخب اليمني أول أهدافه. نعم، فرحة يمنية في المدرجات. معلش، خطأ لدفاعات منتخبنا الوطني. هذا أخطر لاعبي المنتخب اليمني، تحدث عن عادل قاسم هداف غاب في المباراة الماضية. الخطأ الدفاعي كبير، حارس المرمى أيضا، وتمركز لاعبي منتخب اليمن. معليش، إن شاء الله منتخبنا الوطني قادر على العودة، قادر على تصحيح المسار، قادر أن يتواجد في المباراة النهائية بإذن الله تعالى. معليش، هدف يأتي بهذا التوقيت خير من أن لا يأتي في أوقات متأخرة من شوط المباراة الثانية.